مشاهدينا، للمزيد حول توجيه الملكية السامي لتأصيل الهوية البحرينية سرنا أن نستضيف في استوديو مركز الأخبار سعادة الدكتور علي بن محمد الرميحي، عضو مجلس الشورى، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس. أهلا ومرحبا بك دكتور، شكرا على قبولكم الدعوة للحديث حول موضوع هو غاية في الأهمية وتوجيه مهم جاء في سياق الخطاب السامي لجلالة الملك المعظم، وهو التوجيه لإجراء دراسة لقياس جاهزية تأصيل الهوية البحرينية واقتباس كافة عناصرها أينما توجهنا. كيف تقرؤون أهمية هذا التوجيه من في هذه المرحلة وفي هذا التوقيت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أنا شاكر لكم هذه الاستضافة. طبعا ما في شك بأن هناك استشعار بمدى المخاطر التي تحيط بالهوية الوطنية. صاحب الجلالة الملك المعظم كقائد كولي أمر يستشعر مدى المخاطر اللي تحيط بالهوية الوطنية. احنا ولله الحمد لدينا الكثير من السمات التي تتشكل فيها هويتنا الوطنية، واللي الحقيقة احنا نفاخر فيها امام الامم. انت لا يمكنك تقدم نفسك لكل الحضارات الا من خلال هوية وطنية متميزة تستطيع ان تتميز فيها عن كل الامم. الهوية الوطنية البحرينية فضل الله سبحانه وتعالى طوال السنوات اللي فاتت كانت في حماية القيادة، وعي المواطن وحتى المقيم على أرض البحرين احتراما منه للهوية الوطنية اللي فيها الكثير من السمات. أنا إذا راح أسرد الموضوع بشكل تاريخي وسريع، إحنا لو رجعنا في 100 عام هذه المنطقة الهادئة في الخليج العربي قبل 100 عام عندما تم اكتشاف النفط استقطبت الكثير من الجنسيات والكثير من الشركات، وكان هناك الكثير من المخاوف مدى تأثير هذه الجنسيات أو الشركات على عاداتنا، على تقاليدنا، على الهوية الوطنية بشكل عام، على عقيدتنا. هناك كانت حملات تبشيرية، ولكن بفضل الوحدة الوطنية اللي وهي وحدة من سمات هويتنا الوطنية، بفضل جبهتنا الوطنية القوية الداخلية، استطعنا أن احنا نعدي مرحلة كانت جدا مهمة في تاريخ المنطقة. بعدها في التسعينات لما أتت الفضائيات كان هناك تخوف من عدد فضائيات كبير وثقافات قاعدة تدخل علينا، فكان هناك خوف على الأسرة وعلى النشء والشباب. ثم جينا في مرحلة الإنترنت في 2000 في منتصف التسعينات، ولكن في 2003 لما دخلت السوشيال ميديا بدأت الهوية الوطنية تتأثر في كثير من الدول للأسف الشديد، حتى أصبحت بقايا دول. عندما أصبح كثير من سكان هذه المناطق أو من يعتقد بأنه ينتمي لهذا البلد مرجعيته للبلد الآخر، من تأثرت عاداته، من تأثرت تقاليده. فمرحلة جدا مهمة الآن احنا نعيشها، هناك ثقافة أخرى قاعدة تدخل علينا، ولكن يجب أن احنا نحافظ على هويتنا الوطنية. لذلك صاحب الجلالة الملك المعظم أكد هذا لا يعني بأن احنا لسنا منفتحين على الآخر، بالعكس نحن جيل أو نحن أمة منفتحة على الجميع، وجميع الأجيال الآن في مسعاها للانفتاح ولن تتوقف على الانفتاح على الآخر. فالخلاصة بأن هناك ثلاث عوامل جدا مهمة يجب أن نحافظ عليها، وهي التاريخ واللغة والدين. نعم دكتور، يعني حديثكم يعني يقودنا إلى يعني جزئية غاية في الأهمية وردت في التوجيه السامي. التوجيه جاء بمعادلة مهمة تدعو لضبط التوازن بين متطلبات الانفتاح والتجديد وبين اشتراطات حماية أمننا الوطني. ما هي الأدوات التي تساعدنا اليوم لتحقيق هذا التوازن؟ يا أخي شوف، في مفهوم خاطئ اليوم أن هناك من يركز على عملية الهوية الوطنية والحفاظ على الهوية الوطنية بأنه غير منفتح على الآخر، وهذا الأمر غير صحيح. أنت يجب أن تفاخر بلغتك، لغة القرآن. لدينا تاريخ يجب أن نفخر به، ولدينا عادات وتقاليد وموروث شعبي. وأكثر من يحافظ على الثلاث عوامل هذه هي القيادة دائما. وإذا أنت تلاحظ كل الفعاليات التي تقام حفاظا فيها على اللغة أو التاريخ أو الموروث الشعبي، ترى هناك رعاية كريمة من صاحب الجلالة الملك المعظم أو القيادة في البلد بشكل عام. فعملية التوازن أمر مطلوب ومهم. إحنا لا يعني أن إحنا لا نتعلم اللغات الأخرى، بالعكس يجب أن تتعلم أكثر من لغة، ونحن نشجع الشباب والنشء على تعلم اللغات. ولكن هناك
بعض الأمور اللي يجب أن احنا نركز عليها. أعطيك مثال سريع وبسيط. موضوع التاريخ، اليوم وزارة التربية والتعليم مشكورة تلزم كل الفئات الدراسية بالتاريخ، حتى وصلت إلى التعليم العالي ألزام الجامعات الخاصة بدراسة التاريخ. ولكن في نفس الوقت نحن نفتقد إلى موضوع جدا بسيط، وهو موضوع ترجمة التاريخ، تعريب تاريخنا المكتوب بغير اللغة العربية، تقديمه للمجتمع الدولي بصورة صحيحة 100%. هذه مسؤولية تتحملها جهات كثيرة. هناك من يعتقد بأن وزارة التربية هي المسؤولة أو وزارة الإعلام هي المسؤولة، غير صحيح. كل مؤسسات القطاع اليوم المدني في مجتمعنا البحريني مسؤولة عن تأصيل هذه الهوية الوطنية. تأصيل الهوية يعني لا يلقي مسألة الانفتاح أبداً الآخر. أبداً بالعكس، تعزيز الهوية هي الطريق الصحيح تقديم نفسك للحضارات الأخرى، وتقبل الثقافات الأخرى، ولكن من خلال جبهة وطنية قوية مرجعيتها واحدة تحافظ على مجتمعها من أجل تقديمها إلى الحضارات الأخرى. بكل تأكيد نحن في ختام هذا اللقاء ليس عن نشكرك سعادة الدكتور علي بن محمد الرميحي، عضو مجلس الشورى، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في المجلس. شكرا جزيلا على حضورك. شكرا لك. يا مرحبا.